في 10 نقاط. ياسمين عايزة تكشف اتيكيت التعامل مع الطليق. تناولت الإعلامية ياسمين عايزة في حلقة برنامجها كلام الناس أزمة الطلاق في مصر، وناقشت الاتيكيت المرتبط بهذه المنابة، وقدمت 10 خطوات للمطلقة للتعامل مع طليقها، جاءت كالآتي: لو انت محجبة ما ينفعش تقابلي طليقك والقصة طالعة من الطرحة، لأنه ما ينفعش يشوف طرف صباعك. اوعي تتهوري وتقصي شعرك او تصبغيه، نفسيتك مش هتتغير، لكن فكرة شعرك هتشيط وتتأثر. ممنوع ارسال الرسائل الطويلة والمستفزة واللي كلها عتاب ولوم من يوم ما عرفك. اسمه على التليفون يتغير، هو مش كتكوتك ولا ارنوبك ولا فرعونك، سميه ابو العيال او ابو شيماء. ما تعمليش بلوك ولا تشيلي صورك من الواتساب ولا تحطي صورة حسبي الله ونعم الوكيل. ممنوع الكلام عليه او على اهله بسوء، احتراما للعشرة، وممنوع التلقيح او التلميح على السوشيال ميديا. مادام طليقك بيصرف على ولاده من حقه يشوفهم في اي وقت، وبلاش تلوي دراعه. ممنوع تقفي في طريقه لو عاوز يتجوز تاني ويعيش حياته، عيشي حياتك وخليه يعيش. ممنوع حفلات بعد الطلاق، الطلاق مصيبة وفراق وخراب بيوت وابغض الحالات.